تسلمت وزارة الصحة بولاية الخرطوم معاينات طبية ونشرات توعوية ضد جائحة كورونا من المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. الحاجة دي مالك انت براك، الحاجة دي للكبير قبل الصغير والصغير قبل الكبير. وجودك في بيتك بيعني انه انت بتحمي البلد كلها، بتحمي معينات البلد، لانه احنا بلد ما عندها ريسورسز انف. فحاجة زي دي بتخلينا انه كلنا نفكر بفكرة جماعية ما بفكرة فردية. فخلينا كلنا أي زول ما مضطر يطلع في الشارع ما يطلع الشارع يا جماعة، وكل زول stay home. حيث بلغت قيمتها 15,000 دولارا، واشتملت المعينات على 150 لبسة واقية للأطباء و100 حقيبة من الكمامات المتقدمة ونظارات واقية وواقيات للأيدي و2000 قارورة معقم للأيدي و1500 من النشرات التوعوية ومضختين كبيرتين لتعقيم الشوارع والأسواق. The State Ministry of Health to support its fight against COVID-19. The global pandemic is affecting everyone, and we can come out stronger if we all work together. We all have a role to play. Let us leave no one behind. خليك في البيت.